بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، طبتم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير مع هذه المنافسات الصباحية ومع هذه التحديات المستمرة التي تحمل منافسات هجن أبناء القبائل وسن اللقاية. انطلق شوطنا الثاني والخاص بالأبكار اللقاية المهجنات على صايل، والخمسة كيلومترات هي الرحلة التي دائما نتابع الإبداع مع سن اللقاية. انطلق هذا الشوط وننطلق لنتابع الصدارة مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول هذه انذار حمد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي يأتي على الصدارة ويعلن بتواجد انذار، بينما المركز الثاني نتابع راهية أحمد بن محمد بن زرب العامري يأتي مع المركز الثاني. وفي المركز الثالث علاج سلطان بن حدي بن مصبح الاكتبي يأتي ويقدم هذا الاسم، بينما اللي تدخلت غبة سعيد بن سهير اليبوني يأتي ويتقدم. بينما المركز الخامس نتابع متعبة ناصر بن مغير بن سالم العميمي والوصول مع المركز السادس. في هذه اللحظة تتقدم العنود حمد بن عوض بن زيتون المهيري، خذ المركز السادس وغير الى الخامس. بينما المركز السابع نتابع الوصول من خلال تواجد اجياد السيل بن خيرات بالدودة العامرياتي ويتدخل ويقدم هذا الاسم مع المركز السابع. وفي المركز الثامن نراغب نبا علي بن خالد بن مسلم العامري ياتي بن عويدة يقدم هذا الاسم ويتابع هذا المسار مع المركز هنا ايضا مشاهدينا الاعزاء ثامن. بينما المركز التاسع الوصول والحضور مع شواهين سالم بن احمد بن دري الفلاحي ياتي راع سمحه حاضرا بهذا الانطلاق مع المركز التاسع. وفي المركز العاشر هذه مكيده محمد بن عبد الله بن ياعد، هنا ايضا الحميري يتواجد بهذا الاسم ويقدم هذه الانطلاقه. هذه النتيجه للعشر المراكز الاولى المتقدمه والتي قدمت لها الجوائز النقديه والقيمه. العشر المراكز الاولى المتقدمه، تابع الأسماء الأخرى، تابع الشعارات الأخرى القادمة والمنطلقة الحاضرة بإنجازاتها السابقة منطلقة في هذا الشوط. ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المسار الأول، إلى الأداء الأول، إلى التحدي الأول. انذار على الصدارة، انذار على المقدمة، انذار على بداية الشوط. حمد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي يتقدم في هذه اللحظات أبو محمد حاضرا بهذه الانطلاقة مع ابداع وحضور انذار. راع مسلي في يوم الامس مع سن الحقائق في اول اشواط القعدان حضر بمسلي وسلالة مسلي يتواجد في هذا الشوط بانذار مع شوط اللقاية. اول اشواط اللقاية المهجنات الاصايل، بينما المركز الثاني نتابع غبة سعيد بن سهير اليبوني يتواجد في هذه اللحظات ويتقدم بانطلاقة غبة مع المركز الثاني. ثالثا متعبة ناصر بن مغير بن سالم العميمي يتواجد مع المركز الثالث ويقدم هذا الاسم، بينما المركز الرابع الوصول والحضور من العنود حمد بن عوض بن زيتون المهيري يتواجد مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصول وحضور في هذا المسار من خلال تواجد جاد السيل بن خيرات والدود العامري ياتي مع المركز الخامس ويتواجد بقياد، بينما المركز السادس نتابع الوصول من شعار تيف صاحبة الشوط الرئيسي ياتي بالحدي ونوعياته بانطلاقة وابداع علاج مع المركز هنا ايضا مع المركز السادس. المركز السابع وصول وحضور من بطاشة، وصلت بطاشة في هذا الشوط يقدمها
عزيز بن ضحي بن عبد الله العمراني بدأ يقدم لنا شعاره ويتواجد مع بطاشه مع المركز هنا ايضا السابع في هذه اللحظه، بينما المركز الثامن وصل ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ياعز الحميري مع مكيده، وايضا الوصول والحضور من خلال تواجد هذا العنود محمد بن حميد بن محمد. هنا يتقدم العذيني في هذا المسار، بينما بن عويده قادم من الجانب الاخر ويقدم لنا نبا علي بن خالد بن مسلم بن عويده العامري. وصل شعار هنا الخميسي يتواجد في هذه اللحظه مع الشهامة سعيد بن ناصر بن مبارك الخميسي، يتواجد مهزاع حاضرا بشعاره، تابع الاسماء القادمه، شوف الشعارات الاخرى الواصله المنطلقه في هذا الشوط. يا سلام، اول الاشواط اول الانطلاقات للمهجنات اللقايه الاسايل بقياده انذار على الصدارة على المقدمة، تتقدم وتنطلق في هذا المسار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العقمي، يتواجد على الصدارة يتواجد على المقدمة، يقدم هذه الانطلاقة من خلال تواجد انذار على بداية هذا الشوط على المقدمة الأولى، بينما المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات العنود حمد بن عوض بن زيتون المهيري، يتواجد بطاشة قادمة بطاشة قادمة، عزيز بن ضحي بن عبد الله العمراني يتواجد مع بطاشة، المركز الثالث او الرابع نعم الوصول والحضور مع غبة سعيد بن السيل الربوني، وصل بن خيرات وشعاره مع المركز الخامس السيل بن خيرات العامري، ولكن العودة الى الكوكب الثلاثية العودة الى الكوكب الثلاثية الى الاداء الثلاثي انذار والعنود وبطاشة، المعركة الثلاثية الاخيرة الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة من يريد الناموس عليه بالتحرك، ولكن بطاشة 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 انطلقت وحضرت هنا ايضا بانجازاتها السابقة، تتقدم في هذه اللحظات بشعارك يا ابو سعود بشعارك يا ابو سعود. عزيز بن ضحي بن عبد الله العمراني يتواجد بالنوعية القوية، يتواجد بالسلام الاصيلة، هذه هي تتقدم بطاشة تتقدم بطاشة اللحظات الاخيره، ولكن من لها غيرك ابو سعود، تسلم يمينك على الابداع وسلام اصحاب سلام. هنا ايضا من اعلم بتواجد بطاشه عزيز بن ضحي بن عبد الله العمراني، ثانيا حمد بن حمد بن بيشان، ثالثا حمد بن عوض بن زيتون، رابعا سعيد بن السيد الابهوني، وخامسا كان شعار بن حدي مع علاق سلطان بن حدي بن مصبح الاكتبي. هذا هو الشوط مساره بتوقيت زمني ومقداره 7 دقائق 34 ثانية التوقيت المصاحب لهذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك بطاشة عزيز بن ضحي بن عبد الله العمراني، وسلام بو سعود سلام سلام اصحار سلام.